معنا لمزيد من المتابعة عبر الهاتف من لندن السيد صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ صباح. إذن تظاهرات كردستان العراق تتواصل لليوم الرابع، كيف تقرأ ما يحدث هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد المشهد ضبابي للأسف، يعني أنا أتابع هذه التظاهرات منذ بدايتها ولحد الآن، لكنني وغرّت يعني عدة تغريدات حول هذا الوضع، لكن من وجهة نظري هي بدأت في منطقة أعتقد يمكن رانيا، يمكن بدأت هي برانيا أو قرطبة، يعني المهم داخل السليمانية. نعم في رانيا وكلار في السليمانية. نعم في السليمانية. في السليمانية تدنت الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي يحكم، اللي هم جماعة جلال الطلباني وجبهة التغيير والجماعة الإسلامية. يبدو لي هنالك يعني شطرين، سياسي واجتماعي. السياسي هو يبدو لي انه رفضا لما قام به التحالف الاتحاد الوطني الكردستاني بتآمره مع قاسم سليماني في قضية اجتياح كركوك، يعني يعتبروه خيانة. هذا الشيء السياسي. الشيء الاقتصادي وهو عدم وجود يعني البنية التحتية الاقتصادية غير جيدة، الرواتب غير جيدة، يعني هذا هو الذي يحدث حاليا. لكن المفارقة هي تصريحات أرشد الصالحي أبو التركماني، يقول أن هنالك مجاميع غير عراقية تسيطر على مناطق معينة من السليماني، فهذا اللي جلب انتباهي. لا أعرف من هي هذه المجاميع. من أجل ذلك يعني عفوا حتى حزب البارزاني اتهم ائتلاف المالكي بالاستفادة من هذه التظاهرات. إلى أي مدى تعتقد أن هذه التظاهرات مدفوعة من جانب محدد؟ يعني أنا يعني أنا أعرف الوضع الاقتصادي ليس بذلك السيء، أعتقد فقط الرواتب يعني مقطوعة، وهو طبعا هو حصار اقتصادي. لكن الغريبة مثلا يعني الـ NRT مثلا، هاي تابعة للاتحاد الوطني، شلون يسدوها مدى أفهم عليها؟ فأكو مغالطات كثيرة. يعني برزاني، نجربان برزاني يستغرب أنه جماعة التغيير مستحبين من زمان، لكن مثلا الجماعة الإسلامية لماذا انسحبت في هذا الوقت بالذات؟ فأكو لغط، أكو فشي يعني فشي يعني غير واضح حتى الآن. نعم طيب، هل تعتقد أن لهذه التظاهرات إمكانية لتحقيق أهدافها بإسقاط حكومة أربيل في ظل اتهامات أخرى أيضا للعبادي بركوب موجة الاحتجاجات لصالح إخضاع كردستان بأكملها؟ ولا دعنا نتفق. أولا هم يعني أنضج من 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 من, من بقية العراق، يعني حتى المتظاهرين ناضجين وحتى السياسيين ناضجين وأقل فسادا من السياسيين منطقة الخضراء. قل لي ليش؟ أنا أقول لك ليش. أولا جبهة التغيير انسحبت من الحكومة، الجماعة الإسلامية انسحبت من الحكومة، رئيس برلمان كردستان قدم استقالته. بربك صار العراقيين من 2003 لحد الآن يتظاهرون ويتباكون وسالت آلاف الدماء من المتظاهرين. هل أكو واحد فيهم شريف استقال من 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 مجالس المحافظات أو من البرلمان أو من الحكومة؟ ولا واحد استقال. فأنا أعتقد أن ستؤدي أكلها إذا تم احتوائها سياسيا. أنا خوفي من التدخل الإيراني الصفوي، لأن يعني أعرف أن السليمانية بيد إيران، نقط أربيل متزعزعة وأعتقد زعلانة أو يعني لحد الآن يعني مطلقة من قبل تركيا. كيف يلمون أشتاتهم؟ أنا حقيقة لا أعرف، لكن أتمنى أن يتم قطع الطريق على ما تفعله إيران في السليمانية وفي إقليم كردستان، لأن يعني إيران تعمل وتشتغل في مناطق فاسدة، العفو في مناطق مريضة. يعني إذن يعني في هذا الاتجاه، ما المخططات المطروحة لمستقبل كردستان اليوم وخيارات أربيل كذلك معالجة هذه العقبات التي وقعت فيها بعد سحب يد أمريكا لصالح نفوذ إيران في كردستان؟ والله أنا وجهة نظري بالمدى القريب يصير تخبط، لكن في المدى المتوسط أعتقد ستستقر الأمور، لكن يعني حكومة إقليم كردستان سوف تعرف حجمها، يعني عرفت حجمها، عرفت إمكانياتها، عرفت إلى أي مدى تقف مطالبها، أين يصل، ليس إلى حكومة مستقلة على الإطلاق، وإنما إلى قضايا أخرى، حكم ذاتي أو حكم فيدرالي، لكن بصلاحيات واسعة وعلى قدر حجمهم. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا من لندن صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي.